نظمت كلية الإعلام بجامعة بني سويف ندوة تعريفية للتعريف بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقام مسؤول مؤسسة حياة كريمة خلال الندوة باستعراض جهود المبادرة خلال المرحلة الأولى داخل المحافظة، والتي عملت على توفير الاحتياجات الأساسية مثل الصحة والتعليم ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز، إلى جانب رفع كفاءة الطرق والإنارة العامة وتأهيل وتبطين الترع. النهاردة الندوة التعريفية بما تقوم به مؤسسة حياة كريمة في إطار مبادرة حياة كريمة اللي تم إطلاقها من فخامة الرئيس السيسي من أكثر من 3 سنوات، لكي يعلم ولكي يتعرف طلاب كلية الإعلام بجامعة بني سويف بحجم الجهود التي تم إنجازها على مستوى قطاع مبادرة حياة كريمة في محافظة بني سويف. كنا موجودين النهاردة عشان نعرف الطلبة بالمرحلة الأولى اللي هي شرفت على الانتهاء وبداية المرحلة الثانية إن شاء الله اللي هتبدأ مع العام الجديد. كنا في المرحلة الأولى اشتغلنا في مركزي ناصر وبيبة، والحمد لله معدلات التنفيذ معدلات عالية جدا بكفاءة عالية وقربت على الانتهاء.